حضرتك اسمي محمد رجب، رئيس اللجنه الجماهيريه، رئيس لجنه العمل الجماهيريه بائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعه. النهارده ايه الوقفه اهدافها وايه عرفنا بالائتلاف بتاعكم؟ والله احنا وقفتنا ما بقاش لسه صوتي تعبان من الائتلاف. احنا النهارده وقفتنا تضامنا مع القضيه الفلسطينيه، لان احنا محتاجين ان يبقى لها كرسي دائم في الامم المتحده. احنا بنوقف النهارده ضد الفيتو الامريكي اللي ما بيستخدموش للاسف الشديد الا ضد فلسطين في استخدام حقها الطبيعي في ان يكون لها وطن ويكون لها كرسي في الامم المتحده. طب تقول ايه عدم المشاركه الجماهيريه الكثيره؟ يعني العدد، انا شايف العدد قليل شويه. هل انتم ما دعتوش كويس لهذه الوقفه؟ والله احنا حاولنا بشتى الطرق ان احنا نجمع القوى السياسيه كلها بشتى اطيافها يعني، ولكن للاسف ما احنا انا مش فاهم، ما فيش مبرر بصراحه. وكنت اتمنى ان يبقى في مشاركه اكتر من كده. احنا عندنا ائتلافات كتيره وعندنا احزاب سياسيه كتيره، وكنت اتمنى ان احنا يبقى في يعني زخم اكتر من كده يعني، بس باذن الله الرساله توصل باذن الله. هل ممكن اعداد الجمعه القادمه هي اللي اتصور كده؟ واتمنى من ربنا باذن الله ان الجمعه اللي جايه 30/9 انها تكمله لمشوار ليله الطوارئ، زاد تضامنا اكتر مع القضيه الفلسطينيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انتم مشاركين الجمعه القادمه؟ اكيد اكيد ان شاء الله. مستمرين ومش عندنا حقوقنا في بلدنا وفي دوله فلسطينيه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. يا الله يا جبار، ارفع عن غزه الحصار، ارفع عن غزه الحصار. دكتاتور 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 دكتاتور، ناديناه عليه الدور، ناديناه عليه الدور. دكتاتور 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 دكتاتور، وبارات عليه الدور، وبارات عليه الدور. لا سفارة صهيونية، لا سفارة صهيونية على الارض العربية، على الارض العربية. لا بضايع صهيونية على الأرض العربية، على الأرض العربية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طفل في غزة بيصرخ آه، طفل في غزة بيصرخ آه. أوعى يا مصر تقول وأنا مالي، أوعى يا مصر تقول وأنا مالي. بكرة يهودي هيدخل داري، بكرة يهودي هيدخل داري. اصحى يا مسلم واعمل حاجة، اصحى يا مسلم واعمل حاجة. نصرك مسلم تبقى عبادة، نصرك مسلم تبقى عبادة، نصرك مسلم تبقى عبادة. عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد يحيى احمد، منسق عام ائتلاف خريج وطلاب الحقوق والشريعه والقانون. الوقفه النهارده عشان جايين النهارده نتضامن مع الشعوب العربيه. حضرتك شبكه يقين اخباريه كانت سجلت معانا امبارح، وكنا وزعنا منشورات ودعينا الناس للتضامن مع فلسطين، وجينا النهارده بنتضامن مع الشعب الفلسطيني بالاعتراف به كدوله مستقله وحقه في عضويه كامله في الامم المتحده ان شاء الله. الطريق فين بعد كده المسيره؟ ان شاء الله الساعه 5 هنطلع في مسيره من ميدان التحرير هنا لمقر الامم المتحده للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحريه والاستقلال ان شاء الله. هل في ورقه هتسلموه للمجلس؟ احنا معانا بيان ان شاء الله بنوزعه، وهي طلباتنا معروفه الا وهي الاعتراف بالدوله الفلسطينيه على حدود 1967 ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. الشكر لحضرتك. سليم التلولي، مواطن فلسطيني في جمهوريه مصر العربيه. نازل بالاولاد النهارده لميدان التحرير؟ والله نازل النهارده عشان احنا طبعا اليوم ذهبنا للامم المتحده، وخطاب القياده الفلسطينيه الرئيس ابو مازن في الامم المتحده ان شاء الله الساعه 6 للمطالبه بدوله فلسطينيه على ان تكون ان شاء الله رقم 194 في الامم المتحده. طب ممكن تعرف على اولاد حضرتك؟ محمد سنتين ونص، ويارا 6 سنين. اسمك ايه يا يارا؟ يارا. يارا ايه؟ يارا سليم. ونازله النهارده ليه التحرير؟ عايزه دوله فلسطينيه؟ انت قاعده في مصر هنا؟ ايه اسمك؟ قول. محمد. محمد ايه؟ اسمك نور. طبعا احنا نتمنى كل التوفيق للقضيه الفلسطينيه ان شاء الله، وتكون دوله حره ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.